السلام عليكم، حياكم الله جميعا. طبعا في البداية راح نتكلم عن ما هو سبب إطلاق الاستراتيجية وما هو هدفها بإذن الله. طبعا تم استحداث الاستراتيجية خفض معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية بعد ما تم ملاحظة ارتفاع في معدلات الكلابسي في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال فترة كوفيد. طبعا هي تعتبر من أهم التحديات التي تؤثر على سلامة المرضى. لما نتكلم على تأثيرها على سلامة المرضى، نتكلم على نسبة الوفيات تصل فيها إلى 25%، على تأثيرها على مدة إطالة التنويم المريض مما يؤثر على الطاقة الاستيعابية في العناية المركزة. نتكلم على التكلفة الإضافية على المنشآت والموارد الذاتية. طبعا لذلك وجب علينا استحداث استراتيجية لخفض المعدلات العدوى بالمنشآت بالتعاون معكم جميعا ومع جهات ذات العلاقة من الوزارة والمديريات والتجمعات. طبعا هدف الاستراتيجية هو بإذن الله أن نصل إلى معدلات منخفضة جدا، تقريبا إلى معدل العالمي اللي هو 0.9 وأقل خلال الثلاث سنوات القادمة إلى نهاية 2024. طبعا كيف راح يتم ذلك؟ راح يتم بتعاون الجميع، بتصحيح المفاهيم الخاطئة، تكثيف الدورات التدريبية. طبعا تعاونكم وتكاتف الجهود والعمل الجماعي من قبل جميع الأقسام في المستشفيات والتجمعات والمديريات. لما نتكلم عن المستشفيات نتكلم على أبطالنا في العناية المركزة وقيادات العناية المركزة، نتكلم على ممارسين مكافحة العدوى بالمستشفيات بدورهم بمتابعة ومراقبة وتصحيح المفاهيم الخاطئة. طبعا نتكلم على مدراء المستشفيات ومدراء الطبيين، دورهم في التحفيز في كل ما يخص خفض المعدل. طبعا وبدعم من المديريات والتجمعات والوزارة بتوفير جميع المتطلبات والدورات التدريبية. فبإذن الله نستطيع خفض، فأنتم من يستطيع خفض معدل العدوى بالإرادة والعزيمة طبعا، وكل ثقة فيكم بتحقيق الهدف والحفاظ على المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية والحفاظ على الموارد الذاتية. طبعا احنا لما نتكلم عن الاستراتيجية نتكلم على عمل جماعي متكامل من إدارة المستشفى، فاحنا أملنا فيكم كبير بتحقيق الهدف خلال السنوات القادمة بإذن الله، وأن تأخذون توصيات كاملة من قبل الإدارة العامة لمكافحة العدوى ومن قبل المنسقين البرنامج في المناطق وفي المستشفيات. فبإذن الله يعني تستمتعون في ورشة العمل أن تكون خفيفة وممتعة ومتكاملة في كل ما يخص في الكلابسي ريدكشن أو البرفنشن. فأشكركم في النهاية على الحضور، وبإذن الله أن تستمتعون معنا خلال الثلاثة أيام القادمة. شكرا لكم.